على بعد أيام سيرتدي أطفال العالم زيهم المدرسي متجهين لافتتاح عام دراسي جديد، لكن 625 ألف طالب من غزة لن يتسنى لهم ذلك بسبب الحرب المستمرة. فبعد أن دمر الاحتلال أكثر من 80% من مدارس القطاع وحرم الطلاب من عامهم الدراسي المنصرم، وقف هؤلاء الطلبة مستنكرين حرمانهم حقهم من التعليم مطالبين بوقف الحرب. بنعيش زي ما بقينا وأحسن، وكمان إنه نروح عشان ندرس عشان نتعلم يضل الدرس بعقلنا، وبطالب لكل الدول يقف معنا عشان إحنا بنخاف كتير، وحتى كل يوم بتنقصف مدرسة بترمي الشهادة قدامنا، وشعور اليوم كمان مشكلة سيء لأنه اليوم أول عام دراسة كان نفسي أدرسه بس صارت الحرب وما فيش طلع بإيدنا إشي. يرجع وقف إطلاق النار لأنه إحنا عبدنا مش بدنا نروح نتعلم لأنه من حقنا. هذه الوقفة شارك فيها ذوي الطلاب أيضاً الذين يشعرون بالحسرة على ضياع مستقبل أطفالهم. يأتي العام الدراسي الثاني بدون عودة إلى مقاعد دراستهم، إذن المستقبل ضاع. أشعر بغصة وألم شديد في ظل هذه الهجمة الشرسة والإبادة الجماعية التي تعرضها أبنائنا وأبناء شعبنا. مشردين في الخيام وبالشوارع دون أدنى مقومات حياة. هذا الكفر البواح من هذا العالم الظالم القاسي على العالم أن يقول كلمة حق، أن تقف هذه الحرب الملعونة حرب الإبادة، وأن يمارس أطفالنا حقهم في التعليم. جراء الحرب يواجه طلاب غزة مصيرا مجهولا، إذ لم يتسنى لهم المضي قدما في أعوامهم الدراسية، لكنها كذلك أودت بحياة أكثر من 10,000 طالب وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. غازي العلول، قطاع غزة، رؤيا.